الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الضوابط الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك وما يتفرع عنه من الأبواب والمسائل الشرعية. في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثالث من شهر رجب لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك، مسجد الشريف عطار بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعز الله بها التوحيد والسنة وأعزها بالتوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. في بداية هذه الضوابط، أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى للإخوة القائمين على جمعية دار البر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياهم وإياكم في طاعته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس أيها الإخوة سيكون الكلام فيه إن شاء الله تعالى عن فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهو الرد على المخالف. فما معنى الرد على المخالف؟ كما قلت لكم يا أخوان، أنا أشرح ثم أمليكم ما أشرحه، فانتبهوا معي، فإن الذي يهمني أيها الإخوة أن تفهموا وأن يعني تحيطوا قدر الاستطاعة بما يطرح، لأن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، يعني أنه يريد أن يفهم ويريد أن يكتب، فيذهب عليه شيء من الفهم ويذهب عليه شيء من الكتابة. فلذلك أنا أشرح لكم ثم أمليكم إن شاء الله تعالى. الأمر الأول في هذا الدرس أيها الإخوة، ما المقصود بالمخالف؟ حينما نقول الرد على المخالف الذي هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرد على المراد بالمخالف هو كل مخطئ في دين الله، سواء كان ذلك بعلم أو جهل، أو سواء كان ذلك بقصد أو بخطأ. أي أحد يخطئ في دين الله عز وجل فإنه يعد من المخالفين. الأمر الثاني، انتبهوا معي يا أخوان، الأمر الثاني، ما أنواع المخالفين؟ هل المخالفون جميعا كلهم نوع واحد؟ الجواب لا، المخالفون مراتب وطبقات وأنواع. النوع الأول هم الخارجون عن الإسلام، اليهود، النصارى، المجوس، الملاحدة وغيرهم من الملل الكفرية الخارجة عن الإسلام، فيتكلم بعضهم في دين الله خطأ وينسب إلى دين الله في الإسلام، أو يتكلم عن الإسلام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحكام الشريعة، ما هو خطأ فنرد عليه. هذا النوع الأول، خارجون عن الإسلام. النوع الثاني، المنتسبون للإسلام. والمنتسبون للإسلام نوعان، النوع الأول أهل البدع والضلال، كالذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المرجئة، الخوارج، فهذا النوع الأول من المنتسبين للإسلام من الذين نرد عليهم. النوع الثاني من المنتسبين للإسلام أهل السنة، قد يوجد من أهل السنة من يخطئ ويستوجب خطأه الرد، ماذا؟ الرد عليه. لذلك تجدون علماء أهل السنة يرد بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية التي يرى بعضهم أن الآخر قد أخطأ فيها، فحينما أرد على أخي من أهل السنة لا يعني ذلك أني أضلله أو أبدعه أو أحط من قدره، قد أرد على الأئمة، قد أرد على مالك، قد أرد على الشافعي، قد أرد على أحمد، على ابن تيمية، على ابن باز، على ابن عثيمين، على الألباني، على مقبل الوادعي، على الشيخ ربيع، على الشيخ عبيد، ويكون هذا ماذا؟ من قبيل الرد على من أرى أنه أخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. فالمخالفون الذين قد يخطئ الواحد منهم في الدين ليسوا على درجة واحدة، بل هم أنواع ومراتب. الأمر الثالث أيها الإخوة، انتبهوا معي، الأمر الثالث، ما حكم الرد على المخالف؟
ما حكم الرد على المخالف؟ هل الرد على المخالف من الفروض العينية، يعني يجب على كل مسلم، أم أنه مستحب؟ الصحيح أنه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر عليه. ما نقول تأثم الأمة كلها، وإنما يأثم كل قادر عليه. مثل من؟ مثال ماذا؟ مثل الصلاة على الميت، تغسيل الميت، تكفين الميت، وغيرها من فروض الكفايات. كذلك الرد على المخالف هو فرض كفاية. ما الدليل على أنه من الواجبات ومن فروض الكفايات؟ قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخطأ منكر في الدين، يجب علينا ماذا؟ أن ننكره. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. اكتب. الأمر الرابع، خلوكم معي يا أخوان، أقسام الناس بالنسبة للرد على المخالف. أقسام الناس أو الرادين على المخالف. الرادون على المخالف أنواع. النوع الأول الغلاة، الذين غلوا وتجاوزوا وأفرطوا في هذا الباب. والغلو في هذا الباب أنواع، منها التكفير لمن لا يستحق التكفير حين الرد عليه، أو تبديع من لا يستحق ماذا؟ من لا يستحق التبديع، أو التشنيع على من لا يستحق التشنيع في مثل المسائل الاجتهادية. النوع الثاني الجفاة، الذين فرطوا في هذا الباب، الذين يزهدون الناس في الرد على المخالف، الذين لا يقيمون العقوبات الشرعية من التكفير أو من التبديع أو من الهجر للمستحقين لذلك في هذا الباب. يعني على العكس تماما والنقيض تماما لمن؟ للطائفة الأولى. القسم الثالث الذين قاموا بهذا الباب على الطريقة الشرعية، وهم الوسط، بدون غلو ولا جفاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان النوعين الأولين الغلاة والجفاة، قال رحمه الله: قد يبغي بعض المستنة، المستنة يعني أهل السنة، إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة. يعني بعض أهل السنة يكون عنده ظلم على من؟ على أهل السنة، أو يكون له ظلم على أهل البدع. ظلم على أهل السنة أنه يبدعهم، ظلم على أهل البدع أنه يخرجهم من الإسلام ويكفرهم وهم غير مستحقين لذلك. قال: قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به، وهو الإسراف المذكور في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذول منهم يا أخوان؟ أي نوع من الثلاثة؟ الغلاة. ثم قال: وبإزاء هذا العدوان، ويقابل أولئك تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق. أولئك الغلاة، وهؤلاء من هم؟ الجفاة. وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق، أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها. فما أحسن ما قال السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، غلوا أو تقصيرا. وهذه الكلمة جاءت عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. الأمر الخامس، وهو المقصود في هذه الجلسة، ضوابط الرد على المخالفين. بعد أن انتهينا من هذه، تكاد تكون مقدمات متعلقة بالرد على المخالف، الآن ننتقل إلى ضوابط الرد على المخالف. الضابط الأول أيها الإخوة، أن يكون الرد على المخالف بقصد ماذا؟ بقصد الدفاع عن الدين،
أن يكون لله سبحانه وتعالى، ما يكون الرد على المخالف ماذا؟ للتشفي أو التشهي أو للانتقام، وإنما يكون الرد على المخالف لله سبحانه وتعالى. قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا أريد الانتقام منكم ولا أريد العلو عليكم ولا الظهور ولا الفساد، إنما أريد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال ابن تيمية رحمه الله: الرد على أهل البدع إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا، نسأل الله العافية. إلى أن قال: والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله، يعني من المخالف، للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. كل واحد منا يا أخوان حينما يرد على المخالف لابد أن يقف مع نفسه، مع نيته، يجدد نيته وينظر: هل مراده التشفي؟ هل مراده الانتقام؟ هل مراده حب العلو والعياذ بالله؟ إذا كان همه شيء من الدنيا فليعلم أن رده سيعود ماذا؟ سيعود وبالا عليه، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مخلصين لله عز وجل. فبهوا معي أخوان. الضابط الثاني معلوم، إذا كان الضابط الأول هو الإخلاص لله، شو سيكون الضابط الثاني؟ المتابعة للنبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد حين الرد على المخالف من موافقة السنة وعدم الإحداث في الدين حين الرد على المخالف، لأن بعض الناس يحمله ابتداع الطرف الأول، يحمله على ماذا يا إخوان؟ أن يقابله بالابتداع في الطرف الآخر. يعني حينما خرجت الخوارج جاء قوم ليردوا عليهم، وش وقعوا فيه؟ وقعوا في الإرجاء والخروج عن السنة، وظنوا أنهم بذلك قد ردوا على من؟ قد ردوا على الخوارج، وهذا باطل. فإن الرد على المخالف لا يكون مقبولا إلا إذا وافق ماذا؟ إلا إذا وافق السنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا، يعني شاملا وكافيا، إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، مو بيتبعها من جهة ويترك السنة من جهة، لا في أصل الرد على المخالف ولا في التعامل حتى مع المخالفين. الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. يعني الذي يرد على المخالف متى ينتصر عليه المخالف؟ إذا خالف السنة، فيستطيل عليه من الجهة التي خالف فيها السنة. واضح يا إخوان؟ أما إذا كان الإنسان ملتزماً في رده على المخالف بالسنة فليس للمخالف عليه سبيل أبداً. انتبهوا معي يا إخوان. الضابط الثالث: الأهلية. ما المراد بالأهلية؟ أن يكون الراد على أهل البدع أهلاً لذلك وقادراً على ذلك، لأنه يشترط للرد على المخالف ماذا؟ القدرة، والقدرة أن يكون عنده علم بأدلة الكتاب والسنة، وعنده علم بحجج ماذا؟ المخالفين، والجواب عن حجج المخالفين. لأن من تكلم في الرد على المخالف بغير علم شو سيحدث؟ إما أن يقع في البدعة لأن ما عنده علم وسيتكلم بعقله فيقع فيما يخالف ماذا؟ يخالف الكتاب والسنة فيقع في البدعة، وإما أن يستطيل عليه أهل البدعة فيضر أكثر مما ينفع. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يعم حتى الرد على ماذا؟ الرد على المخالف. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كانوا ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيفا. ضعيفا في أي شيء؟ في علمه والقدرة على المجادلة والحجة والمناظرة. قال: وقد كانوا ينهون عن المجادلة والمناظرة، منهم السلف، يعني السلف الصالح. وقد كانوا ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيفا، كما ينهى عن المقاتلة أن يقاتل قويا من الكفار. يعني لو أن إنسانا ضعيفا وخرج رجل ضعيف من الكفار للمبارزة، هل يشرع أن نخرج له رجلا ضعيفا؟ لا، لأن هذا ليس فيه إلا أنه يقتل ويضعف المسلمين. قال: كما ينهى عن المقاتلة أن يقاتل قويا من الكفار فإن ذلك يضر المسلمين بلا منفعة. فإن ذلك يضر المسلمين بلا منفعة. اكتب. الضابط الرابع أيها الإخوة فيما يتعلق بالرد على المخالف: العدل. فقد أمر الله عز وجل بالعدل مع كل الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال الله عز وجل: واتقوا الله. لاحظ التحذير من الله عز وجل، يعني إياك والظلم حتى مع خصمك، حتى مع عدوك، حتى مع الذي ظلمك، إياك والجور والظلم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا فيه وعيد وتهديد لمن خرج عن العدل إلى الظلم والبغي حتى على من ظلم وبغى. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال رحمه الله في كلام عجيب وبديع، قال رحمه الله: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا معهم. يعني نهانا الله عز وجل أن يحملنا بغض الكفار على ألا نعدل معهم. ثم قال: فكيف إذا كان البغض لفاسق، يعني مسلم لكن فاسق، أو مبتدع متأول من أهل الإيمان. مبتدع لكنه مسلم، وفاسق لكنه مسلم، فهذا أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. يعني إذا كان الله عز وجل أمرنا أن نعدل مع الكفار، فمن باب أولى أن نعدل مع من؟ مع المسلمين، سواء كانوا فساق أو كانوا من المبتدعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وللبغي على الخصم أو على المخالف، للبغي عليه أمثلة. المثال الأول: التسرع وعدم التثبت. إذا ورده الخطأ عن فلان يتسرع في الرد عليه، وقد يرد عليه وهو لم يخطئ أصلا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المثال الثاني على البغي: التسرع في تكفير من لا يستحق التكفير، أو تبديع السني الذي لا يستحق ماذا؟ لا يستحق التبديع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إخراج الناس من السنة شديد، يعني صعب وعظيم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل التوحيد وإن حصل بينهم تنازع فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له. وقال الذهبي رحمه الله: ولو أن
كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، يعني في المسائل ماذا؟ الاجتهادية. لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا أحد، لا ابن نصر ولا ابن مندة، يعني من أئمة السنة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الضابط الذي يليه، حينما تكلمنا في الضابط السابق أنه من الغلو إخراج السني عن السنة، طيب متى يخرج السني عن السنة؟ هذا الذي ينبغي أن نعرفه، لأن تعرفون هذا الباب صار فيه ماذا يا أخوان؟ صار فيه خلط عظيم، لأن الذين كثير ممن يتكلمون فيه إما أن يدخل الرجل في السنة وهو ليس من أهل السنة، أو أن يخرج الرجل عن السنة وهو من أهل السنة. فما الضابط في ذلك؟ أولا، إذا خالف الرجل في أصل من أصول أهل السنة أو كلي من كليات الدين، كليات أهل السنة، فإنه يخرج عن السنة. مثال ذلك الأدلة الشرعية، يعني يخالف في أن السنة دليل شرعي وهي أصل من أصول أهل السنة المتفق عليها، ويندرج تحته، إذا أنكر السنة كم يدخل تحت هذا الأصل؟ كم سينكر؟ يعني هذا أصل كم يدخل تحته يا أخوان؟ يدخل تحته آلاف المسائل والأحاديث. أو أن يخالف في مسألة الصحابة، في سب الصحابة أو تكفير الصحابة والعياذ بالله. فهذا الضابط الأول. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من أصول أهل السنة، قال رحمه الله: ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول. اللي يخالف أصول أهل السنة مش يكون مبتدع باتفاق أهل السنة، بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله في المجلد الرابع الصفحة 25 بعد 400. وبهذا ننتهي من الكلام عن الضوابط المتعلقة بالرد على المخالف، وغدا إن شاء الله تعالى سنأتي بالشبه المتعلقة بالرد على المخالف. يعني كثير من الناس يشبه بالرد على، ليش تردون على المخالف؟ لا يجوز الرد على المخالف، خطأ الرد على المخالف، وغيرها من الشبه التي سيأتي الكلام عنها. وقبل أن نختم ونقوم إلى الصلاة، بعض الإخوة يا أخوان اقترح أن نوقف الإملاء وأن يكون الدرس فقط ماذا؟ إلقاء. والإخوة يعني الذين اقترحوا قالوا لأن الدرس يسجل بفيديو وحتى لا يدخل الملل والشرود وشرود الذهن. فأنا سأجيب ثم أخذ رأيكم يا أخوان، يعني متى يدخل الشرود والملل وشرود الذهن؟ إذا لم يكتب معنا عفى الله عنه. فالذي يكتب معنا يا أخوان بالعكس سيركز أكثر. وأنا ذكرت لكم أن هذه الطريقة فيها فوائد. أولا، لا يفوتك لا الفهم ولا تفوتك إيش؟ الكتابة. وثانيا، تذكر لك المعلومة كم؟ مرتين. وثالثا، تكون الكتابة صحيحة، لأنك قد تفهم خطأ أو تكتب خطأ. فهذه الطريقة فيما رأيت يا أخوان، وأحسب أنها إن شاء الله طريقة يعني مناسبة، أنها تجمع هذه الفوائد. هذا رأيي، بقي عد رأيكم.